أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على نبي محمد وقد جمع فيه كل الخير وكل العلوم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الأحكام وكل المواعظ وكل الحكم كلها مذكورة في القرآن كلها، والحجج الدامغات الظاهرات والدلالة على وحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال كلها مذكورة في القرآن بمن تمعن في ذلك. بل كل العلوم حتى العلوم الحديثة من علوم التكنولوجيا والعلوم البيولوجيا وغير ذلك فإنها في القرآن لمن تأمل ذلك. لكن سيدنا في التركة، إيش التركة خلف لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلفنا لنا مال فلوس، ما خلف شيء لنا. التركة الذي خصها الله لنا هي القرآن. قيل لسيدنا علي كرم الله وجهه: ما خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت عن بقية الناس؟ هل خصكم بشيء؟ هل خصكم بشيء بكتاب خاص؟ هل خصكم بعمل خاص؟ قال: لا، ما خصنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما في كلام الله. نقرأ القرآن ونحفظ القرآن ونتدبر آيات القرآن فيقذف الله في قلوبنا فهما في كلام الله. إذا كنا نحن مستقيمين نعظم القرآن ونمشي على شرع النبي محمد ونحيي سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان.